بص، هو الدوري الموسم ده طبعا مختلف تماما. دوري الدور الواحد ده، يعني هو ما انا انسى الدور التاني ده خالص لانه هيبقى مختلف. ايوه الدور الاول ده 17 مباراة، المباراة اللي بتخرج تعادل انت خسران المباراة، مش كسبت نقطة، انت خسران المباراة. معظم الفرق دلوقتي كل تفكيرها ان هي عايزة تكسب المباريات بتاعتها عايزة في في الاول، التسعة عايزة الأوائل. تبقى في التسعة اندية الاولى عشان يبعد عن المنطقة اللي هي المشاكل اللي هتحصل بقى في الدور الثاني. فرق كتير جدا، ويمكن ابرزهم اللي اتعادل في الجولة الاولى هو بيراميدز مع بتروجيت. هل بيراميدز في المباراة دي كان متخيل المباراة سهلة جدا بالنسبة له، هيقدر يكسب بتروجيت بأقل مجهود ممكن؟ اه، ده اللي حصل. عشان كده هو فوجئ بمستوى بتروجيت في المباراة. بتروجيت عارف ودارس طبعا فرقة بيراميدز بشكل كويس بصراحة قوي، فاجئنا بتروجيت عملوا مباراة كويسة بالمستوى جدا. الرائع. أداء، سرعة، النواحي الفنية اللي كانت موجودة في الملعب، يعني سيد عيد اشتغل بشكل كويس جدا في المباراة، تعامل حتى كمان كان ليهم هدف وتم احتسابه اوفسايد تسلل. الجون التاني. يعني هو كان فيه برضه، هو اتحرك فعلا جابها براسه، بس كان فيه تحرك بدري شويه. لكن انت لما تبص على كده، يعني ده بيقول لك ان ما فيش حاجه اسمها مباراه مع فرقه صغيره او فرقه كبيره، صح لا 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 خالص صح خالص. حتى كمان المباريات، مباراه الزمالك احنا هنتكلم عليها برضه، هي وصلت لغايه تشوف امتى والزمالك قدر ان هو يفوز الزمالك كسب بالمباراه. في الدقيقة 96 او الدقيقة يعني في الوقت 95. الضايع، يعني ما وصل لغايه امتى؟ قبل ما الحكم يصفر يعني. ايوه وكان ممكن يخرج برضه متعادل، كانت هتعمل له مشكله كبيره جدا في المباريات اللي بعد كده. الزمالك عنده 6 او 7 مباريات يا كريم الشهر ده، صعبين جدا. يعني ما فيهاش تفكير تاني ان انت لازم تكسب المباريات كلها. صح، ان فكل انت كمان هتصعد لو الزمالك او الاهلي او الفرق اللي هتلعب في مجموعه البطوله هتصعد بالنقط بتاعتك. بس انت ما تنتظر، اصل انت مالكش علاقه بالدور الثاني. الدور الثاني هيبقى مالوش علاقه خالص صح، الا بقى في الدور الثاني مع ال9 فرق عشان تحسن الترتيب المركز بتاعك، غير كده لا. لكن انت برضو مش عايز يبقى تحت ضغط المباريات اللي بتلعبها، تركيزك لازم يبقى تركيز 100% في كل لكل الفرق. الفرق اذا كانت صغيره او الفرق الكبيره اللي بتنافس على ال4 مراكز الاولى. الدوري صعب جدا جدا الموسم ده، الضغطة اللي هتبقى على كل الفرق اللي هتلعب ضغطة مش سهلة. انت لغاية دلوقتي انت شوف، يمكن لسوء الحظ اللي بيقابل نادي الزمالك ان هو عنده احسن 2 لعيبة اصيبوا في المباراة اللي فاتت، زيزو وناصر ماهر، بس ناصر هيلحق الماتش الجاي. يعني برضو يعني ممكن دكتور النهارده قال كده طبيب الزمالك. اتمنى، يعني هو لسه المباراة يوم الجمعة. زيزو اللي قدامه 3 اسابيع، جاله مزق في العضله الخلفيه. مشكلة. ومحمد حمدي برضو جات له محمد حمدي اصابة، برضو جزع في الرباط الخارجي الاصابات دي الاوروبي. كلها. وانت عندك ال بس دونجا راجع ومصطفى شلبي. اوكي ماشي، يعني هيرجع، بس هما المراكز بتاعتهم مختلفة شوية، ايوه يعني مختلفة شوية هتفرق مع لكن انت محتاج اللعيبة بتاعتك.